تحية مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، متجددة في انطلاقة شوطنا 19 الخاص بالجعدان المحليات الأصايل. نبدأ بمقدمة الشوط ونتابع المركز الأول، هذا هملول اللي ينطلق على مقدمة الشوط، وعلى المركز الأول أحمد بن عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي ينطلق على مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني يتقدم هذا هو هداد لحمد بن عبيد بن شلبود الخيالي، يتقدم على المركز الثاني ويغير في طريقه إلى الصدارة، بينما في المركز الثالث عالي لعلي بن سالم النايل الشامسي يحتل المركز الثالث، بينما في رابع المراكز هذا هملول رحمه بسلطان بن سيف العواني النعيمي يحتل المركز الرابع، بينما في خامس المراكز يتقدم في هذا سلهود لعبد الله بطير بن سهيل العامري محتل المركز الخامس، بينما في المركز السادس يتقدم هذا مغامر لعلي بن خليفه بن علي بن عبيد الغفولي، بينما في سابع المراكز هذا شاهين لعتيق بن سالم بن يعروف الزرعي، بينما في تاسع التحديات يتقدم شاهين احمد بن محمد بن علي اليديلي، بينما في عاشر المراكز مصيحان لسيف بن احمد بن خريده السبوسي. هذه هي النتيجه والنداء للعشر المراكز الأولى، وفينا لمسامعكم هذه أيضا النتيجة للعشر المراكز الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة اللي واضحة على مقدمة هذا الشوط، السيطرة من قبل مشاهدين الكرام اللي هو شعار بن شلبوت يسيطر مع هداد على المقدمة وعلى المركز الأول. حمد بن عبيد بن شلبوت الخيالي اللي منطلق ويقود المشاركين بهذا الأداء الجميل والمتميز، بينما في ثاني المراكز عالي لعلي بن سالم النايلي الشامسي يتقدم على ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث يتقدم في مشاهدينا الأعزاء اللي هو في هذه اللحظة شعار بطير يتقدم على ظهر سلهود عبد الله بطير بن سهيل العامري المركز الرابع، هذا هو شاهين لعتيق بن سالم بن يعروف الزرعي غادما مع المركز الرابع، بينما في خامس المراكز يتقدم في المركز الخامس هذا بحر لسليم لسليم بن سالم بن الاسود العامري يتقدم في المركز الخامس. الكيلو والمتر الاخير بدينا في هذا المنعطف الاخير، ولكن هناك عالي اللي على مقدمه الشوط، عالي وحضور النايلي اليوم غير، منافسه جديه منافسه قويه ياتي بها النايلي في مقدمه الشوط، انتزع شوطين في صباح هذا اليوم وعينه على النقطه الثالثه، عينه على السوبر هاتريك علي بن سالم النايلي الشامسي. المركز الثاني هداد لحمد بن عبيد بن شلبود الخيالي ينطلق على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات شاهين لاحمد بن محمد بن علي ليديلي، وهناك شعار ايضا عتيق بن سالم بن يعروف الزرعي، ولكن العوده الى عالي عالي وهو في المستوى العالي. سلام يا النايلي، سلام سلامي على هذا الاداء العصم حنطه بالابطان بدون اي تعليمات وبدون اي اوامر، ينتزع الفوز علي بن سالم النايلي الشامسي السوبر هاتريك والنقطة الثالثة في صباح هذا اليوم لهذا الشعار. هو النايلي ينجح مشاهدينا الكرام بالمستوى العالي وينتزع ناموس هذا الشوط ويصدر عليها التعليمات. سلام يا النايلي واسعد الله صباحك بكل خير على هذا الأداء المتميز. المركز الثاني اللي وصل فيه مشاهدينا الأعزاء هذا هو بحر السليم بن سالم الأسود العامري، المركز الثالث شاهين لأحمد بن محمد العلي يديري، المركز الرابع كان من نصيب وصيحان لسيف بن أحمد بن خليد السبوسي، وخامسا نحيل الأعضاء لجنة خط النهاية. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الكرام، نعود بالتهنئة والناموس لمالك عالي علي بن سالم نايل الشامسي. هنيا أبو سالم
على هذا الفوز. التوقيت الزمني قطع مسافة السباق عالي في أيضا 6 دقائق. ربح يا أخي ربح. في 6 دقائق. هلا. في 6 دقائق و10 ثواني. تهانينا لعلي بن سالم النايلي الشامسي على هذا الفوز والانتصار.